نعيش الأيام الأخيرة من عام 2022، ها نحن نودع عاما ونستقبل عاما. فكيف يكون حالنا؟ وكيف نتعامل مع هذه القنطرة التي نجتاز فيها عاما وندخل عتبة عام جديد؟ يا سيدي يا سيدي. اولا قال عليه الصلاة والسلام ان من علامات الساعة تقارب الازمان، بحيث يرفع الله البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإشعال عود ثقاب. هكذا. فتسمع شكاوي الناس، ما عندناش الوقت، ما عندناش الوقت، ما عندناش الوقت. والناس لا يتفطنون بمرور الوقت. هل فعلا نقص النهار على الأيام السابقة؟ نقص ولا ما نقص؟ هو 24 ساعة و24 ساعة. وما الذي جعل أيامنا لا نستشعرها، بحيث كنا في البادية في سنوات خلت إذا طلعت شمس يوم جديد نستشعر طوله على طول، نقوم بكل الأعمال ونصل الأرحام ونجتمع في البيوت ونتراحم ونتزاور ونطعم بعضنا بعضا ويفرح بعضنا بلقاء بعض، القلوب سليمة والأفواه مبتسمة والأعين متلهفة لرؤية أحبابها. جنة في الأرض، جنة في الأرض كانت، والكل الكل الكل يتشوق لتقديم المساعدة ما استطاع إلى أخيه. لقيت الحرث يحرث وقاع، يحصد وقاع، يدير يقول هذيك يقولها التويزة، التويزة يضرب التبنقاع. فلا تجتمع القبيلة لوحدها، ولكن كل أبناء القبائل المجاورة يجتمعون في يوم يعلنون فيه انتهاء التعاون على الأعمال الشاقة في الفلاحة. أية أيام تلك. اليوم لا تصل رحمة ولا تحسن إلى جار ولا تتقرب إلى الله بفريضة، ومع ذلك نقتبكش. فرق غادة. الشمس تطلع كما كانت تطلع في الأيام العادية، وتغرب تماما كما تغرب في الأيام العادية، وطول اليوم 24 ساعة هو نفس طوله أيام خلق الله الدنيا. فما الذي تغير حتى تقولون ما عنديش الوقت، ما رجعش، علاش ما تشوفش حبيبك، ما عنديش الوقت، علاش ما تجي، ما عنديش الوقت، ما تصليش، ما عنديش الوقت. الله أكبر، الله أكبر. هذا الذي يقوم بتأدية ما أوجب الله عليه لا يستشعر أبدا بأن الوقت يمر بسرعة، لأنه مله بالطاعات. وحينما يلقى الله تعالى يلقاه وقد ملأ هذا الظرف الزمني بما يرضي الله. فوق الصلاة تصب، فوق الصلاة وقت الواجبات تصب، وتما يصل الرحم، هو عنده الوقت كما بكري. فما الذي جعل إذن هذه الأيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تمر بسرعة؟ واش المسألة أن السويع عن تعليم ولا وقصر بالسواع؟ لا مناش. واسمك يا واس، يقول واسمك إن الله تعالى يرفع بركة الزمان. البركة اللي كان يقولها الرقراقي، البركة، النية والبركة ورضات الوالدين، النية والبركة ورضات الوالدين. الله أكبر. البركة، ما معنى البركة؟ هنالك بعض الأيام زيد والأعمار من اتسعت آماده يعيش لك 70 80 90، ولكن ضاقت إمداده، ما فيها بركة، عايش غير في الغفلة. واخا عيش 200 عام ويمشي عند سيد ربي يروح فقير، لأنه لم يملأ هذا الذي أكرمه الله تعالى بالعمر، لم يملأه بما يرضي الله وبما يفرح به إذا لقي الله في يوم لا بد أن يلقاه. وكاين اللي زين، كم من عمر قصرت آماده؟ 20 30 40،
ولكن اتسعت امدادات في البركة. أنتم ترون أن سحرة فرعون عاشوا دهرا من الزمان يوطدون أركان الاستبداد في عهد فرعون، لكن لما عرفوا الحق ساعة واحدة قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فكانت تلك اللحظة الوحيدة التي عاشوها موصول القلب بالله، عارفين أن الرب الله والمعبود الله وأن الله سيلقى، خروا لله سجدا وقالوا اقض ما أنت خاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فكانوا شهداء في الجنة ولم يسجدوا لله سجدة، لأن الوقت الذي عرفوا فيه الله هو أعظم بركة من 100 مليار عام تعيشها بعيد عن الله. ما فائدة 100 مليار تعيشها وانت بعيد عن الله؟ شو شحال تعيش وما كان وين؟ مع سويعة تبت فيها لله والذي سدام. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى كيقول التابعين: من منكم يعرف صحابي من صحابة رسول الله دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ما سجد حتى سجدة وراح في الجنة، فيحتارون فيقول لهم إنه عمرو بن وقش من بني عبد الأشهل، خرج المسلمون على عهد رسول الله يقاتلون المشركين في أحد وتركوه في الصباح كافرا، فلما طلع النهار حدثته نفسه فقال إن أهلك الآن يقاتلون مع النبي أعداء الله الذين جاءوا من مكة لمحاربة أهل المدينة، أما آن لك أن تؤمن؟ فآمن بينه وبين ربه لم يطلع عليه أحد، فدخل معمعة المعركة، وفي نهاية المعركة وبينما النبي يتفقد الجرحى والشهداء إذا بهم يجدون عمرو بن وقش به رمق من الحياة يجود بنفسه، فقال يا رسول الله عمرو بن وقش كان يقاتل معنا، فجاء النبي قال يا عمرو، قال نعم يا رسول الله، أجئت تقاتل حمية أم أنك أسلمت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، خرجت لأقاتل في سبيل الله فاستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأثيب كثيرا، إنه شهيد. شديك لقيته؟ لقيته واحدة في نهار عاش ذو السوايع مسلم وحياته كامل كافرة، آمن فيها، فلم يمهله الوقت حتى يركع ويسجد ويتعلم الصلاة، فلقي الله تعالى دون أن يكون له متسع من الوقت لكي يعكف على علم هذا الدين، فلقي الله شهيدا فدخل الجنة. المهم ماشي الوقت ما بقاش، واش ما بقاش؟ انقطعت صلة القلوب بالله فرفع الله بركة العمر وبركة الوقت وبركة الأولاد وبركة المال وبركة الرزق وبركة الحركة، فلم تبقى البركة في الحركة، لا حركة الزمان ولا حركة الإنسان ولا الحركة في المكان. واسمعت يا سيدي، هذه هي الأولى. الأولى الزمر يمشي في الساعة. ثانيا، كل منين يجي العام يفوت نتفكر واسمه عام مشى، وهو العام مشى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كي نسميو لهذا عام مشى وعام جا؟ كي نسميو؟ كي نسميو لهذا؟ كي نسميو؟ كي نسميو لهذا عام؟ نبقاو تكلموا على العام والعام، كي نسميو؟ على مرة نتكلموا على الزمان، على الوقت، على الوقت يا خويا. ما هي ميزات الوقت في الإسلام؟ بماذا يتميز الزمان في الإسلام؟ بماذا؟ ها؟ واش هي المميزات ديال الزمان؟ أولاً أن الله تعالى في القرآن أقسم بالزمان، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر. ففي صور كثيرة يقسم الله تعالى بالزمان، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه،
وإذا أقسم الله بشيء فإنما يريد الله أن يلفت بني آدم إلى قيمة ما يقسم به الله. كي يقسم الله بشي حاجة يقول لك هذيك الحاجة اللي يقسم بها الله وحلف بها سيد ربي، رافي روح. المهمة كبيرة عليك أيها الإنسان أن تلتفت إلى عظمة ومكانة ما يقسم الله به، فلم يأتي القسم اعتباطا وإنما ليلفت انتباه بني آدم من عباده إلى قيمة ما يقسم الله به. هذا خصك تعرف. إذن علاش سيد ربي يقسم بالوقت بالميز ديالك انت؟ علاش؟ علاش؟ أولا لأنه أفضل ما تملك. أفضل ما تملك واسمع العمر ديالك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ومن نعمره ننكس في الخلق فلا تعقلون. ما راكش عارف يا هذا بنادم أنني أعطيتك واحد الحيز ديال العمر تعيشه، وهو فرصتك الوحيدة لكي تستثمره لكي تربح الخلود. تبيع الفاني من الأيام المنصرمة لكي تربح الخلود في يوم خالد بجوار الرحمن وبجوار سيد ولد عدنان والمرضيين من عباد الله الواحد المنان. مالك انت؟ كيف صرات لك انت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك العمر ديالك هو كل شيء. إلى مشى لك واحد النهار قربت من حتفك لكي تلقى الواحد القهار. ايوا سمعت سيدي، هو اغلى ما تملك. احنا كنا يقريو لنا من كنا نقراو يقول له لا عاد كيقول لك مثلا يقول لك الوقت من ذهب، ماشي حتى بلاجم، الوقت من ذهب. وهي واش الوقت من ذهب ولا؟ لان الذهب لو انه ضاع منك لكان يمكن ان تستدرك ما فات وتعيد الكره وتجيب الذهب كاع اكثر. لكن العمر العمر لا يعوض، إذا مضى لن يعود، الذي يمضي لن يعود. واش هذا العام اللي فات غادي تردو؟ ارجع الآن بذاكرتك إلى العام تاع العام اللي فات. كيما هذا العام راني نعقل، وكنا نتكلموا على العام راه غادي يجي العام اللي فات بحال اللي البارح بحال اللي ما فاتش عام. الله أكبر، سبحانك ربي سبحانك. فهل تستطيع أن ترد تلك الأيام وذاك العام؟ عد بالذاكرة إلى العام واسأل نفسك كم من صلاة ضيعتها ولم أصلها في الوقت. ما أبو اسمع، كم من أعراض انتهكتها بلساني، كم ظلم ظلمته نفسي وظلمته غيري من عباد الله. حسب حسب معك، حسب مع راسك، حسب حسب. كم غيبة اغتبتها وأكلت لحوم إخواني موتى، كم شهادة زور شهدتها على أخي فحرمته من حقه، كم 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 ولا مع راسك احسن. ولا ما قدرتش تولي بالذاكرة نتاع كل الأيام اللي فاتت لكي تستحضر المعصية التي ارتكبتها والتقصير الذي قصرت في جنب الله، فاعلم أن قلبك ميت. لأن من سعادة المرء أن يعود إلى بالذاكرة إلى الماضي لكي يقف على التقصير الذي صدر منه وبدر منه تجاه ربه. لا إله إلا الله. ولذلك الحاجة الأولى اللي تديرها إن شاء الله، ايوا مع هذه الايامات اللي فاتوا من تستحضر، واش غادي دير؟ الحاجه الاولى واش غادي دير؟ تستحضر زيد تقصيرك في جنب الله. علاش تستحضر التقصير تاعك في جنب الله؟ علاش؟ ولا تقول فوتنا واحد العام مخير وكذا وخصنا نحتفلوا بالعام الجديد. باش تحتفل انت عام فرط سيطة ربي وتقول لي نحتفل؟ تحتفل براس العام. شكون يحتفل؟ يحتفل اللي فرحان. شكون هو اللي يفرح؟ تفرح بالمعصية والتقصير فيما أمرك الله به وانتهاك ما نهاك الله عنه، وأنك تعتدي حدود الله وتفرح. من لقي الله تعالى يفرح بالمعصية. شو من عصى الله وهو يضحك لقي الله وهو يبكي. فكم من ثغر باسم يوم القيامة باكٍ، كم من باسم ضاحك اليوم باك غدا بكاء لا يتوقف.
كم من آمن من عذاب الله مع تقصيري في حق الله اليوم، غدا مخوف من عذاب الله، فلن يجمع الله على عبد يوم القيامة بين أمنين ولا خوفين. من آمنه اليوم ولم يخفه خوفه الله يوم القيامة، ومن خافه اليوم وراقب الله واعترف بتقصيره آمنه يوم القيامة. إذن هذا الشيء علاش خصك ما تنساش ذاك الشيء اللي فات؟ كاينش واحد اللي يقول أودي رحنا قفرناها وخصنا نولي ونرجعوا ذاك الشيء. هل هنالك من يقول ما خصناش نساو المعاصي؟ من سعادة المرء في الدنيا ألا ينسى المعصية التي ارتكبها في السابق. خص تبقى دائما قدام عينيه لكي تزجره عن إعادة المعصية. فرب معصية تدفعك إلى الندم والحسرة خير من حسنة تدعوك إلى الغرور والعجب، لأن الحسنة التي تصير بها معجبة يحبط الله بها عملك، أما المعصية التي ارتكبتها فندمت ثم ردتك وهزتك من الأعماق لتعود إلى ربك فهي أفضل من الحسنة التي تدفعك للغرور. لأن هذوك الخاسرين شكون هما؟ يتفكر كي الحسنة اللي دارها وهو لا يعلم ما إذا كانت الحسنة قبلتها ولم تقبل. من سعادة المرزيد أن يذكر السيئة ولا يذكر الحسنة، لأن الحسنة يعملها لله ولكن لا يدري ما إن كانت قبلت حل ما درهاش، أما السيئة فقد سجلت عليك ولا تدري من أي جهة يهجم الله عليك، فلربما عملت عملا خطيرا لم تأبه به فتلقى الله وقد هاجمك به، وكانت المعصية التي ترديك بين يديه لأنك لم تعظم الله. قال سيدنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من طعص، فإن المؤمن مثله ومثل المعصية كمثل رجل على أصل جبل والجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يعتبر الذنب كذبابة حطت على أنفه فهشها. عنده المنافق نفضحك يطيح، والمؤمن لو خغص غير يخاف لأنك يشوف ربي، ربي يشوف صدى. لذلك أنت هذا الفايت هذا العام اللي فات واش ما خصك تشوف؟ ما تنساش المعصية زين، وتندم على كل تقصير قصرته في جنب الله. كدر تندم كدر، الندم حرارة زيد تحرق قلبك من جراء إحساسك وشعورك الحقيقي بتقصيرك في جنب الله. ويا ربي لو كان نمشي اليوم، يا ربي لو كان ديتني في هذا الشهر، يا ربي لو كان ديتني في هذا العام، ما صليت صلاة في الوقت، ولهيت غير معد فيش، ووقتي قاع ضيعته مع البورتال في الليل وفي النهار، ما صليت في الوقت، ما صلت الرحم، ما درت صدقة، ما درت واحد العمل اللي يبقى. أنا لهي غير جري 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 جري. الله أكبر، ما توقف شوية وتشوف شوية. أنت مني تكون مسافر في اللوطو وتمشى خير ربي تقول أودي هذا اللوطو راه عيات، راه شعلت هذيك الحمراء، راه دارت هذيك، راه خص هذا الفيدوج، راه خص هكذا، باش أخويا خصني نواصل نمشي نديها للمحطة لمراجعة الخلل الذي في أنت في وأنا في خلل. لابد هذا الخلل الذي أصابنا في مسيرتنا طوال عام ماضي أن نعيد المراجعة لإصلاح الخلل النفسي، إيماننا، صدقنا، إخلاصنا، الطاعات التي ضيعناها، المعاصي التي ارتكبناها، الحدود التي تعديناها، إلى أين؟ متى تستفيق يا عبد الله؟ متى تستفيق؟ شو واحد ما بغاش يرجع يفيق قال لك صرت له بحال ذاك السيد اللي كلاه السبع من يوصل له بجيت الكش قال يا ربي نكون غير النوم. هو قال لي يا ربي نكون غير النوم. اذا لابد من ان لا تنسى المعصيه، ان تندم على التفريط، ومن بعد واش مدير؟ ومن بعد واش مدير؟ واش مدير ان شاء الله تبارك وتعالى؟ لابد ان شاء الله هالشيء غير في الماضي، غير في السنه الماضيه، لابد واش مدير؟ زين زين هذو لابد في الماضي. ما تنساش وتندم على الشيء اللي فات لأنها هي الحل الوحيد لاستدراك ما فات. فقد قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، إذا ندمت حقا وعلم الله من قلبك أنك ندمت
وتأسفت وحزنت على أنك لم ترضي ربك وغفلت عن الله تعالى، راك مزيان، القلب راح، القلب راح. النهار اللي راك فيه واش مدير؟ هذا نتاع الماضي. النهار اللي راك فيه واش مدير؟ واش مدير؟ ان شاء الله تبارك تكون في ذاك النهار واش مدير؟ ايوا، تعزم على ان تملا ذلك اليوم بما يرضي الله تبارك وتعالى، وقد اغلقت صفحة للماضي. تعزم تقول شوف انا ان شاء الله تعالى هذا النهار من اليوم هذا العام ها باش غادي نبدي تاع غدا، ها باش غادي نبدي، ها البرنامج تاعي. اشنو هو البرنامج تاع النهار ديالك ملي تعيشو؟ دير هاد المسائل الاولى، المشارطة والمراقبة والمحاسبة والعتاب والعقاب والتقويم. العلماء قالوا هادو نتاع العلماء تاع التربية، قالوا هادو ستة. المشارطة واسمو هي؟ واسمو المشارطة كي يجمع الصباح قبل الفجر، واسمو المشارطة؟ قولوا اسمو المشارطة الواحد، يقولوا لي تشرط على نفسك في ذاك النهار دير شي حوايج اللي ما تخلاش عليهم واخا تقطع، واسمو هما؟ أن تؤدي الفرائض في وقتها في كل نهار، وتبدا بالصباح، وتبدا بصلاة الصبح في المسجد، ولا تبدا أي يوم مضيعا صلاة الصبح. فإن ضيعت صلاة الصبح لليوم الذي تعيشه رفع الله البركة من وقتك وعملك وولدك وكل شيء. تبدي بشي حاجة بلا ما تبدي بسيدة ربي مع الصباح؟ من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. لا يدخل النار من صلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. من صلى البردين دخل الجنة، العصر والصبح. الصباح دائما تما هو المحور ديال النهار. إلى ما صليت حتى طلعت الشمس، أي أنك مازال مصر على أن تبدأ يومك بكبيرة من الكبائر. وربي تبارك الله أعطاك الصحة وتنعس وتبارك الله، تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني النشور، وتوضى وتخرج تقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا، فيأتيك ملك يرفع الراية ويقول هديت ووقيت وكفيت، وحينما تأتي الشياطين لاجتيالك يقول الأول الذي سبق إليك يعود خاسئا محسورا، فيقول للشياطين لا سبيل ولا سلطان لكم اليوم على هذا، فقد كفاه الله ووقاه الله وهداه الله. لا سلطان هذاك النهار تفوت واخا حتى يدير لك السحور يصيفطوا لك الشياطين ما يشوفوك، اقسم بالله ما يشوفوك، اقسم بالله يا اللي صلي صلاه الصباح يا واخا يدير له العالم السحور والله لا شاف. لان الملك من السماء محمي، من الملك من السماء هديت هداك الله، كفيت كفاك الله من الدنيا والاخره، ووقيت اي وقاك كل 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 شر، كل شر لذي شر. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا كسمه، هذا كسمه، عاوني كسمه المشارطة. المشارطة تشرط على نفسك تصلي الصلوات في الوقت زيد، واسمو تشرط عليها في النهار، تشرط على الفريضة، واسمو كاع الفريض لك كاين، كاين الصلاة زيد، الفريضة الثانية واسمو بر الوالدين، الثالثة واسمو صلة الرحم، الرابعة الإحسان إلى الجار، هادو تشرطهم على روحك. فرائض، فريضة، فريضة، فريضة. كل مرة تزيد مع الصلاة شي واحد. هذا النهار نديرو شي عمل ديال البر. هذا النهار في السيمانة نديرو شي صلة الرحم. هذا النهار خصني تكون عندي إن شاء الله مشارطة، نشرط، نشرط على نفسي. والشرط إلا شرطت على شي واحد ما اسمه، لابد أن تلزم نفسك بالشرط. يقول له راني مشارط، ما معناه مشارط؟ يعني محترم الشرط وتؤديه، لان ذاك الشرط انت شرطته على روحك قبل ما يشرطوه عليك الاخرين. لان انا ما شرطتش على نفسك وتخلي لها الوقت يجي الشيطان يدخل تمايا ويبقى يقول لك معليش بلاتي كفاك، لكن خصك تاخذ الامر بعزيمه مشارطه. الثانيه واسمو هي؟
المراقبه ملي علاش من الشرط واسمه تبدي واسمه تبدي تنفذ ذاك اللي شرطه على راك. منين تبدي تنفذ ذاك اللي شرطه على راك واسمه دير خصك تراقب فيه الله باش دير لله. الله اكبر الله اكبر. دائما الحاجه اللي ديرها ديرها لله قبل ما تبدي قول يا ربي اجعلها لله هاد الصلاه ولا هاد الشيء. وانت تخدمها وتبدي تقول يا ربي جدد النيه تكون لله، وكي تكمل قول استغفرك يا ربي لما كانش ليك لله. في الاول تقول يا ربي اجعلها لله، وانت تخدمها تقول يا ربي يا ربي خلي قلبي متصل بك ودائما دائما هي ليك يا ربي. وكي تكمل تقول يا ربي اذا خالط قلبي ما جعل القلب ينصرف عليك في هذا العمل فاستغفرك يا ربي. ولذلك كان الاستغفار بعد تمام العمل هو من اعمال المقربين. علاش كي تكمل بالصلاه تقول استغفر الله استغفر الله؟ علاش استغفر الله؟ لانك تقول سيدي ربي يا ربي هذه الصلاه اللي صليتها هي ماشي شيء تليق بجلالك، فيها السهو فيها كذا، فانا استغفر على كل نقص بدر مني في هذا العمل. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا هذا الشيء كيسموه المراقبه. ولذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. يعني كي تكون تطبخ بحال اللي راك داير بحال اللي راك تشوف ربي، دير واحد العمل بحال اللي راك تشوف ربي ولا ربي راه يشوف فيك. شوف سبحان الله. وبعد المراقبه واسمه يجي كي تكمل واسمه تجي المحاسبه، تحاسب نفسك على ذاك العمل الذي قصرت فيه باش منه هاك ان شاء الله تحاول ان تحسن العمل اكثر، فرحم الله عبدا عمل عملا واتقنه. سيدنا النبي كيشوف شي واحدين منين يصليوا يبقاو ينقروا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة. قالوا يا رسول الله وهل يسرق الإنسان في الصلاة؟ قال نعم. قال كيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ينقرها نقر الديك. طق طق طق. ما عنده صلاة يا هو رئيس الله، ما عنده صلاة يا هو رئيس، ما عنده صيام. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، عنده غير الجوع والعطش، ما عندوش المراقبة نتاع سيدي ربي أن يكون يعمل لك العمل. فيحاسب نفسه. قال عليه الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقرأ قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان رسول يقول حاسبوا أنفسكم، من حاسب نفسه قل حسابه يوم القيامة، ومن أهمل حساب نفسه في الدنيا شدد الحساب عليه يوم القيامة. كان سيدنا عمر منين يجن الليل يقبض اللحية نتاعو يقول ويحك يا عمر إذا ضيعت، إذا نمت بالنهار ضيعت حق المخلوق، وإذا نمت في الليل ضيعت حق الخالق، فمتى تنام فمتى تنام فمتى تنام. واه سيدي هذيك يسموه المحاسبة، محاسبة تحاسب روحك. أمور المحاسبة واسمه كاين زيد ما بغاش تولي واسمه ديلا تبدا تعاتبها خلاص دار لك غادي تعيشي دائما غادي تعيشي دائما تغيطي هذا النفس درتي هذا فتعاقبها. ما هذا واحد السيد واحد النهار غفت على واحد الدار وشاف فيها قال يا هاد الدار كي دايره، قال انك لحاضة للشر والله لتصومن عاما ولا تقومن عاما. شدك انت الهش ماشي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. انت مشي تطملي عند فلان ولا وربي يقول لك ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتن فيه ورزق ربك هو خير وابقى. تبقى تشوف اللي انت في الدنيا وجوع على الدنيا، ها خلقت انت باش تبقى والعياذ بالله تفرغ القلب نتاعك للدنيا. الدنيا غادي لا يملا وجوه بنو ادم من التراب، غادي تدي معك شي حاجه اللي غادي دير غادي تجمع وتخليه للوارث. مالك انت سبق لك كان شي حاجه ديالك، سبق لك كان شي حاجه ما تلقى الله تعالى. راه منين يجي يموت الانسان اول حاجه التي يتحصل عنها هي اتصدق نبؤكم من الصالح. سبق 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 هذاك هو ديالك. يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. اسمع مزيان يا سيدي، اسمع مزيان يا سيدي، هذيك اسمه العقاب تعاقبه. قول والله لا لك. سيدنا عمر واحد النهار كان يعدل في البستان ديالو
المهم شبش يصلي العصر، كي جاي يصلي الجمعة صابهم خارجي، فذهب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، شغلني هذا البستان على شهود الصلاة وراءك. والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق رسولا للذي يشغلني عن الصلاة وراءك لن يبقى عندي أبدا. خذه فضعه حيث ترى. والله عندي لقس، والله يا الحاجة اللي تشغلني على الدين عندي لقس، تشغلني على ربي حبيبي اللي عنده كل شيء تشغلني عليه، والله ما تقلش عني. أعطاه أبو طلحة، كان عنده واحد بستان مخير في غط مرزي، وجلس واحد النهار هكذا واسمه بقاشي، فأعجبته الطيور وأعجبه تسبيحها، بقى يشوف فيها الطيور هكذا شاجبته، فسرحت نفسه ونسى. قال لي إيه نسى، ماشي الصلاة، غير سرحت نفسه، مازال الصلاة، هذا غير سرحته وعجبته نفسه وعجبته كذا. فقال من اللي فاق: يا رسول الله، أعجبتني نفسي، نظرت إلى هذه الثمار اليانعة وإلى الطيور من فوقها وهي تسبح، دخلت في ذاك العالم، نسيت وأنا نخاف على روحي. خذه يا رسول الله ثم الفقه فيما تشاء. قال له: عندك شي واحد من أحبابك؟ قال له لا، تصدق به لأقرب الناس إليك، يكون لك إن شاء الله. أعطي اللي يقرب لك، اللي يقرب، أعطي اللي يقرب لك. هكذا الناس كانت تدير، هذا كيسمى المعاتبة والعقاب. ويجي في الخامسة التقويم، ما معنى التقويم؟ أنا تقويم، تقويم أنك غدا إن شاء الله تحاول تصحح الشيء الغلط اللي دير. إذا كان شيء تقصير في الصلاة أو إلا مثلا ارتكب بعض المعاصي تحسب. كانوا سيدنا يديروا واحد الدفتر، واحد القيس كي كنا عاد بدينا الالتزام، عندنا واحد الدفتر ونديروا فيه الصلوات، نديروا كذا نديروا كذا نديروا كذا كل نهار على حسب الشهر، ودير الاخر وتشوف، تشوف فين راك، شحال قريت نتاع القران، شحال صليت، اللي ما صليتهاش، واش زرت الاخر، وصلت الرحم، واش تصدقت، الذكر تاع سيدي ربي، كل شيء كل شيء هكذا. ومن الشر الشر نعرضه على بعضنا بعض. استعمال الزمن هذا كلها، هذا كان المشارطة والمراقبة والمحاسبة، كل شيء كانت الدار. هذا في النهار الماضي ما تنساش وتندم، اليوم المشارطة المراقبة المحاسبة المعاتبة العقاب والتقويم، النهار النهار. وغدا ليه العام الجاي ولا غدا ليه واسمه غدا الدين، ان تعزم على الا تعود للمعاصي، ان تنوي ان تظل مستمرا على طاعه ربك، وان تكون طاعه ربك هي اغلى ما تريد. عندك الصلاه نتاعك خير من الدنيا وما فيها، وركعتي الفجر عندك خير من الدنيا وما فيها. واحد السيد مات له الولد نتاعو ثلاث ايام وما يعزيوه، وتأخر في يوم عن تكبيرة الإحرام في الصلاة في المسجد فلم يعزه أحد، فوقف لهم في باب المسجد وقال: ما أتعس هذا الزمان بأهله. قالوا: علاش؟ قال: حينما توفي ولدي وهذه مصيبة في الدنيا، وجدت الجميع يعزيني في مصيبة الدنيا، ولما أصبت بمصيبة الدين. قالوا: واش بمصيبة الدين؟ قال له: ضاعت عليا تكبيرة، فتوني بتكبيرة الإحرام في العصر، ما عزاني حتى واحد، اش هاد الزمان مكفس بماليه. روح يا ولدي، روح يا ولدي، روح يا ولدي، روح يا روح يا ولدي، روح يا ولدي. اذا انت المستقبل يخصك دائما يكون عندك العزم على التصحيح، يعني بحال تحاول ما امكن تحسن التزامك، طاعه تؤديها، معصيه تجتنبها، حدودا لا تتعداها ولا تقربها، دائما دائما دائما. اذا هذا باذن الله تبارك وتعالى العام الماضي. منين يجي العام الجديد؟ كيفاش زعما ان شاء الله تبارك وتعالى الناس في العام الجديد، في العام الجديد يقول لك غادي نحتفل هنايا براس العام نوال، ونمشي ان شاء الله تبارك وتعالى فين؟ للقهوه، ونمشي ندير ان شاء الله سيدي واسمه
تورته بوناني وندير التور في المخبزه. احنا لا سعد الله هذا نورنا اللي انا نقول لك السيد هاو مثلا علاش اللي خصو يحتفل؟ علاش فوقاش يحتفل المسلم فوقاش بطاعة صدر منيت؟ قال لك النهار ديال العيد ديالك واش هو النهار اللي ما تعصيش فيه ربي هو العيد ديالك، لان غادي تفرح عند صدر ربي. للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح في الدنيا باش بافطاره بعد الصيام، ويفرح يوم القيامه بصيامه حينما يلقى الله بالاجر الذي يعطي عن الطاعه. هذا هو علاش تفرح، تفرح بالطاعه. اما واش غادي تفرح انت باش تفرح؟ تفرح بعام مشى وعام جا؟ راه عام مشى لك راك قربت المربي، خصك توجد روحك. واش عمرو شتي شي واحد السيد عنده العقل؟ باقي له غير شويه عام قرب لربي وغافل على ربي وينوض يحتفل كيما يحتفلوا عاد الاخرين، التورته والديك الرومي ويمشي للقهوه وما نعرف واشنو يدير ويستنى 12 نتاع الليل وما نعرفش يديرها بحال الاخرين. وما الخمر اللي تشرب، ما المصايب اللي توقع، هذيك الليله ينزل من السخط ما الله به عليك. مش دار التور علي لا لا لا. انا نقول لصحاب المخابز قال لي شي واحد من الخبزه واش نقدر ندير ديك؟ قال صاحبي ديروا الخبز انت مسلم صاحبي، ديروا الخبز وديروا كذا، علاش ديروا هذاك الشيء؟ علاش تعاونوا الناس على هالغفله؟ علاش تعاونوا الناس على هالغفله؟ وكاين اللي ما يديرش كاع، حنا الاحتفال كاع من هنا يمشي له يمشي يدير الريفايو فين؟ يدير الريفايو في نيويورك، يدير الريفايو كاع يمشي من الغرب كاع يمشي لاوروبا يمشي كذا يمشي. ها؟ عم ديك الليله واش بغيو قاول؟ باش. ها؟ لا لا ديال البارح هذاك ديال كريسمس، انا هضرك على راسنا تاع كريسمس، هضره تاع كريسمس ديال جدا، لان هذيك لانه هذيك عيد ديني. هذا كريسمس ما معنى كريس؟ كريس هو عيسى، وميس هو المخلص، يعني المسيح المخلص، اي ولاده الرب عندك الى احتفلت معهم بحال انك تحتفل معهم تقرهم على ان عيسى هو الرب. ايوا قبل ما يولد عيسى ما كانش الرب ولا يقولوا عيسى ابن الله ولا عيسى هو الله ولا هو ثالث ثلاث. وسيد ربي كيقول في القران وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. طيب. قلت وحدك وانت هذه تحتفل هذيك خلينا تاع 25 هذاك على 31 ديسمبر 31 ديسمبر نوفمبر اللي غادي تكون فوقاش؟ الحد. ها؟ الحد خاطر الاثنين هو واحد. اليوم شحال رحنا؟ اليوم شحال رحنا؟ 24. إذا السبت الجاي وجات لهم مع السبت با 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 عندهم هما راك تشوف ذاك الصامدي هذاك اللي يقولوا الصامدي الصوار يعني موالفين عليه. هي اللي كنهضر لك دروك الله يجازيك بخير. هذيك الليله هذيك والله اخوتنا يخص الانسان يستغفر، خص الانسان يستغفر. وكل شيء يريدك ان تحتفل بذلك اليوم، لا التلفزيون ولا كل شيء. بوناني 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 بوناني. الانسان ما عندوش شخصيه مستقله، هو مسلم، كيف تفرح بعام مضى وقد قصرت؟ كنت تقول لي واش كي درت العام اللي فات؟ كي داير العام اللي فات؟ كي كانت علاقتك مع الله؟ كي دار؟ كي درت العام؟ كيف ولدت مع صدر؟ كيفاش داير؟ كيفاش داير؟ وانت تعلم انه سيعرض عليك شريط عمرك يوم القيامه ساعه بساعه، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ساعه ساعه. وايما ساعه من ساعات عمرك يعرض شريطها عليك وأنت غافل ضيعتها إلا وتكون عليك يوم القيامة حسرة وترة وندامة، ندامة ندامة كبيرة، ندامة كبيرة. فكيف يعني الآن؟ ولذلك أنا كان أقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى
راه جاي هذا الريفيو ياك. انا غادي نقول لكم ان شاء الله واحد المجموعه تاع المسائل ديروها كيف تستقبل 2023. اولا تستقبل 2023 باش بالندم على ما فات والتوبه، توب لربي. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل وما نزل من الحق؟ ما وصلش الوقت، مازال ما فتش. عندك 63، عندك 70، عندك اللحية شابت، عندك ما بقى لك غير تلقى سيد ربي كاع الرسائل اللي جاتك عم سيد ربي، أنت غافل؟ مالك داير هكذا؟ مالك داير هكذا؟ الله أكبر. أن تندم يعني تتوب، والثانية إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكثر بإذن الله من من الاستغفار بعد تأدية الفرائض واجتناب الاستغفار الاستغفار الاستغفار. والثالثة أن تستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى عام زيد باش بمحاولة رد المظالم لأهلها. إلا ظلمت شي واحد في الدنيا أقبل ما تكون يوم القيامة حيث لا درهم ولا متاع. فصاحب الحق لابد إن كنت تريد لقاء سالما مع ربك أن تبرئ ساحتك أمامه. تخلص يا سيدي، خلص يا سيدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضربت له شي ظهر، اللي ديت له شي كذا، يجي يخلص اليوم قبل الغدا، يجي يخلص اليوم قبل الغدا. اللي سالي ولا نقول لهم اسمحوا لي، اسمحوا لي، ما عندي باش نخلصكم، لا حسنات ولا فلوس ولا يدك لا ردك. اسمحوا لنا سيدي، اسمحوا لنا، الله يجزيك بخير. تخفف شوية، تخفف شوية. والرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى هو اسمه أنك تعزم، ماشي شيء غير على أربعة تاع الصوالح. واش معنى أربعة تاع الصوالح؟ واش معنى أربعة؟ أولا الحاجة الأولى في الوقت، الحاجة اللي تعزم عليها في الوقت، واش هي؟ أولا زيد ألا تضيعها في الحرام. ثانيا ألا تضيعها زيد في الغفلة، واخا ماشي الحرام، الغفلة. اي داير الرجل على الرجل ويظل يتفرج في التلفزيون ولا في البورطابل ولا في القهوه، يعني عنده عنده وزن، عنده الوقت هو التاليه، هو التالي. يروح عند سيدي ربي فقير. اذا الاولى ما تديش فيها الحرام الوقت، والثاني ما تكونش غافل فيه، فكر روحك. والثالث واش هو؟ زين ان شاء الله تبارك وتعالى أن تستثمره في طاعة الله. هالثلث تقدر في غير خير، قدر في غير خير، غير خير، ها تستثمره في طاعة الله. والرابع ألا زيد ألا تخصص وقتا بعمل صالح واحد. فلو أنك استطعت بإذن الله أن تخصص الوقت زيد واحد من أكثر من عمل لفعلت. كان سيدنا وقت واحد يدير لك فيه أكثر من طاعة. نعطيكم واحد المثال، عباد بن بشر وعمار بن ياسر قال لهم شكون يحرسنا؟ قالوا له نحرسك حنا. قال عباد اتكفيني نصف الاول الليل الاول او التالي؟ قالوا لك فيك ان شاء الله تعالى الاول. مشى سيدنا عمار ينعس وهو بقى يحرس المعسكر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، كاع الصحابه مشوا ينعسوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشى ينعس. وكان واحد المشرك قال والله ما نوليها حتى نسيل منهم الدم. فجاء مختلسا فلما رأى الناس مع رسول الله ناموا وأسلموا لنوم عميق، ورأوا أن رجلا واحدا هو اللي راه يحرس هو عباد، اش قال سيدنا عباد؟ قال وايا أنا راني خرجت في سبيل الله نجاهد هالعمل الأول، وراني نحرس في سبيل الله، لأن العين التي بات تحرس في سبيل الله لا تمس صاحبها النار، ونزيدوا عمل ثلاث ثالث واش ونزيد نصلي جهاد وحراسة وصلاة. فاستفتح يقرأ سورته الكهف، فإذا بذلك المشرك اطمأن أن أحدا لا يمكن أن يتبينه، يجي حتى يقرب له فيرميه بسهم حتى اندق في جسده، قلعه والدم يجري، ما بغاش يتعصب. فرماه بالثاني، قلعه والدم يجري، فرماه بالثالث فاندق السهم فأخذه والدم يثاب. فلما رأى أنه لو ظل واقفا يمكن أن يصوب إليه أيضا رماحا ونبالا أخرى، وخشي أن يضيع الثغر الذي أمره النبي بحراسته، زحف على بطنه فإيقظ عمارا ففر ذلك المشرك. قالوا اسمه هادشي والدم ويات. قال له أحد المشركين، قال له علاش ما تنوضنيش؟
قال له والذي بعث محمدا بالحق، لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله أن أحرسه، ما قطعت الصلاة ولو قطعت روحي. الشاهد عندنا واسمه تجمع أكثر من عمل في وقت واحد. هاركو جالسين وراك تسبح، عندك صلة الرحم درك، وعندك راكو ديروا الدرس وتقرأوا القرآن والموعظة، تجمع فيها أعمال في وقت واحد، فيها الإطعام، فيها الإكرام، فيها صلة الرحم، فيها تسقسي عليا نسقسي عليك، فيها نذكر الدين، فيها نقرأ القرآن، فيها الموعظة. الله الله، فيها بر الوالدين، فيها تدعي للموتى، تصدق على الموتى. الله. ولذلك هذا المجال شو اسمه وقع؟ تحفى الملائكة، تخشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله، يباهي بهم الملائكة في الملأ الأعلى. يقول الملائكة في التلك يمشيوا، يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت له. يجي واحد الملك يقول له ربي الله كاين شي واحد تما راه غير جفايت، قال له أولئك القوم لا يشقى جليسهم. سيدي ربي يذكركم في الملأ الأعلى ويشهد الملائكة على أن غفرت لكم هاللقاء، تترك هاللقاء وزيد بالزيادة ترتبط بالقرآن، كل واحد يحفظ شي آية، يدي شي منفعة، وتبقى صدقة جارية لهذوك الناس اللي كانوا معنا واللي كانوا سبب في إحيائي وإنشائي هذا اللقاء. شحال من واحد اللي مشى، كاين اللي مشى برا، كاين اللي سافر، كاين اللي مات، كاين الله. ولذلك حنا دائما كنقولوا لهذا الصوار، إياكم 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 أن تضيعوا هذا العمل، فإننا نخلعه من رقابنا ونطوق به أعناقكم. لا تنسوا هذه اللقاءات، فإن الله يباهي بها الملائكة، والدار اللي كتكون فيها اللقاءات كتبان الملائكة كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، كيخرج منها واحد النور يخترق السبع طباق بذوك الملائكة، حتى تقول الملائكة ذاك منزل فلان مجتمعين فيه العائلة، يذكرون الله ويصلوا على رسول الله ويتعلموا الدين ويوعظوا أرواحهم ويتذكروا الأخيرة ويدعوا الوالدين ويدعوا الأحباب ويبكيوا عليا، يقولوا نحن عصينا ربي، ربي رد بينا، ربي ثبتنا، ربي في الرحمة غاديين. هذا هو الذي نتواصى عليه، هذا الذي نتواصى عليه. أما النساء يدير غير كمية ديال الأخرين، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى، قال ومن تبعهم هما ذاك الشيء، أنت منين يفوتوا الأيام ديالك وش السنوات خصك تعرف اللي راك قررت باش تلقى الله، خصك تزيد تزيد شوية تزيد شوية لسيد ربي، كل منين تكبر نقص بذاك الدفيش ديالك، نقص بذاك الشيء. لا 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 لا، عم بر قلبك بربي، إلا شت روحك أنت تكبر ويكثروا فيك ثلاثة تاع الخصال عرف بلي راك فيك الخير. مجموعة الخصال التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد ليوم الرحيل. إلا شتا أنت تكبر وهذو ثلاثة يكثروا فيك، ما معنى التجافي عن دار الغرور؟ يقولوا اسمه التجافي عن دار الغرور، صافي دار الغرور ما تبقاش تغرك صافي، شبعت أنا اش غادي ندير هذاك؟ جاي ندير اللوطو، جاي ندير كذا، دار كذا، دار كذا، دار كذا، هذه دار الغرور هذه، صافي أنا ما بقيتش بهذ الدنيا، يعني. أنا صافي أنا حسب ولي كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله في الجزائر، أمشي بين الناس ببدني وقلبي قلبي ساجد تحت العرش لربي، وعامل الناس ببدني، أما قلبي فقد أخليته أخليته إلا من ربي. صافي تجافي
اسمو درك واحد على الدنيا نبقى ندير ذيك كاين اللي يقول لك دير ذيك شري ذيك بيع ذيك شري ذيك يا ودي خليني 5 مليون اللي بقات لي ربي رغوي على الجحني خليني ترانكيل نمشي نصلي في الجامع خليني نمشي نصلي في الجامع سيدي ولا نقرا شي ايه تاع القران ولا اسمو باقي لي واسمو درك واحد انا عاد نبقى ندير كذا وجري له اسمو واحد السيد ادانا دالان تريت هنايا ايوا يا سيدي يمكن دالان تريت خرجت لواحد خير ربي ديال الفلوس المهم قال خوه مسكين مات قال له ودي يا خويا خوه كان عادل قال له خويا الله يرحم لك الوالدين راك تعرف انا راه ربي كرمني ودرك عطاوني واحد البركه بغيت نشري واحد الفيرمه قال لا ولد خويا اخويا نصحك عطاك ربي هلان تريت ريح وصلي وذكر سيد ربي واستعد استعد قال له لا وراك راه حنا في الدنيا والدنيا مازال نخدموا علاش ما نخدموش قال له سيدي انا غير هذا الراي ديالي اخويا مشى شرا من هنا جيت قنفوده شرا واحد الفيرما هذيك الفيرما وقا دار فيها الولاد الولاد خلص ذاك الشيء كذا الولاد كلاو كل شيء وغرقوه بالكريدي سكت له القلب مات باش يريح كيما قال له مات لعبوا به الولاد لعبوا به الولاد ما حنوش عليه حساب له راه عنده الرجال واش بغيت دير انت هذا بنادم كيوصل للحيه بيض ما فيهاش كاين تشوف اللحيه نتاعي ما فيهاش الشعره كحلا غير البرع ولا باقي عاد هذا 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 راك من هلا قيره راه مصور عليكم مشاو وشحال راك تفد من واحد وشحال راك تفد من واحد يا عبد الله اعرف اللي راك انت قبرت تتمشى خلا دار شرك هاني قل راسك اذا واسمو يا الاولى قولوا تجافي زيد عن دار الغرور ما معنى تجافي انت تجافى ما تجافي اسمو تجنبها فين ما تكون هاد الدنيا انت صافي ماشي زعما ما تخدمش ولا ما ديرش ولا ما. لا 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 تعطي لها شكاك قلبك والإنابة إلى دار زيد الخلود ما معنى الإنابة ما معنى إنابة يقول لي ما معنى الإنابة شوف التجافي هو تهرب على الدنيا والإنابة واسمه هي تونيب ما معنى تونيب تهرب للأخيرة خلي الدنيا لأن راك راح بالدنيا راك غادي للأخيرة تجافى عن الدنيا زيد و و و و وتكون الإنابة إنابة ينيب ما معنى ينيب أي يعود إلى الآخرة يعيش الآخرة زيد الثالثة واسمو هي؟ ايوا تجافي عن دار الغرور والإنابة لدار الخلود والثالثة واسمو هي؟ راكو عاقل ولا ما راكوش عاقل؟ زيد والاستعداد ليوم الموت استعداد ذاك النهار اللي غادي نروح هذا هو الكلام تاعي في آخر درس ديال هذا الجلسة المباركة آخر درس نتاع 2023 2022 باش اللي حيا ربي من 23 يا ربي الا هذه سنوات وحده تنطحوتها ولا بد للانسان ان يترك هذه الدار فهي لا تدوم لاحد فنسال الله الذي يسمعنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شو من امرنا أن يجعلنا وإياكم من المتجافين عن دار الغرور المنيبين إلى دار الخلود نسأل الله تبارك أن يجعلنا من المستعدين ليوم الرحيل وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين زيدوا شهر الساعة ختموها بسم الله